حكيت لها هون. سيد تميم، سيد تميم، سيد تميم، ركض علي حرامي. يلا بعد 3 دقايق ونص بكون معك. 3 دقايق ونص؟ ليش انا فيي قومه 3 دقايق ونص؟ لك اترك الجدان بعد يلا هون. نقبر سيد تميم، شو واقف عم تعمل؟ ما بتقرب، قرب. يلا بعد دقيقتين ونص بكون معك، في مذكرة صادرة وأنا عم بلتزم تعليمات المذكرة. مذكرة شو سيد تميم؟ هلأ وقت مذكرات؟ الرئيس نجيب ميكاتي أعلن اليوم يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، وطلب من اللبنانية التوقف عن العمل 5 دقائق حداداً الساعة 12 الظهر، فأنا لازم أكون مثال صالح للمواطن بتنفيذ مذكرات حكومتنا. يلا يلا بعد دقيقة بكون معك. ياه لا وقف، ولا ولا وقف، وقف. يلا بعد 10 ثواني وقف يا مجرم يا خطير انت. ستوب ستوب. 5 4 3 2 1 0. يا ست يا ست، اوه يا الله، بدنا نمدد المذكرة ايضا 5 دقايق حدادا. طب